السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. كي دايرين العشران؟ كي دايرين الأصدقاء؟ شاهدوا معنا كورونا، كورونا وفيروس كورونا أجر للراية ديال اليهود. هنا كانت الراية ديال الدول، أي دولة الراية ديالها هنا. كانت هنا الراية ديال فرنسا، ديال الميريكان، ديال الألمان، ديال روسيا، ديال بلجيكا. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. عشرات الدول كانوا مشاركين هنايا، كانوا الراية ديالهم هنايا. ولكن بالرجولة الراية تحيدوا دابا، ما بقاوش الرايات دابا ديال الخارجين. علاش حيدتهم؟ كورونا. بقات الراية اللي بقات، بقات الراية ديالنا المغربية هي اللي بقات. الله، الوطن، الله يحفظك، الله ينصرك، الله يحفظك. صور معك هاني، هاني صور معك الخاوة، صور معكم هاني. فنان ديالنا، فنان كبير، ضايع، مستحيل ما تصورش. هاني هاني الله يحفظك، كان عزيز عليا ابن الملك يكون مواضع. هي الخالص. الله، الوطن، الملك، الملك. اصور سربي الرميد، حيدك على الكاميرا. صح، نسخة على هاني. تحية من كازا علال. الدعم كبير اصاحبي. زيد اللور، زيد اللور. قلاوي يا صاحبي. هاني. ولبا علال. الله يحفظك، الله ينصرك، الله يحفظك، الله يحفظك. خدام مزيان. الله يحفظك، الله يخليكم ديما زوين، الله يحفظك، الله ينصرك الخاوة، الله يحفظك، الله يحفظك. كما قلت لكم هنا كاين عشرات الدول كانوا الرايات ديالهم هنا الخارجيين، ولكن في الحقيقه بقات الرايه المغربيه ديالنا هي اللي مرفوعه. والرايه ديال اليهود المسيسيين راه تحيدت بالرجوله. لعلاش حنا المغاربه شجاعه مسلمين ومؤمنين بالله بالرجولة. بقات الراية ديالنا كما قلت لكم المغربية هي اللي بقات مرفوعة مهزوزة ما بين السماء وما بين الأرض. اليوم كما قلت لكم عندي واحد الحوار، اليوم ما كنتش باغي ندير حتى شي فيديو، ولكن تاعي مقلق ومغير هاني عادية. حتى انا متبعني بنادم خاصو يشوفني بنادم كيفاش كنعاني بالظروف ديالي بالرجوله. انا في الحقيقه شكون هما الناس اللي معترفين بيا الصراحه؟ قال هما الناس ديال اوروبا، هما اللي معترفين بيا. الناس مغاربه كما قلت لكم كيعيشوا في اوروبا، هما اللي مساكن معترفين بيا بالرجوله. مغاربة كما قلت لكم هما اللي معترفين بيا، مساكن كيعيشوا في اوروبا هما اللي عايش معاهم. لانه على شي وحدين كيقولوا حقوا الواد راه في طنجة، راه مكحلها، راه داير، راه فاعل. انا حقيقة مغربي وسط المغاربة، ولكن هنا في المغرب ما كاينش اللي كيعطيني حتى شي حاجة بالرجولة. علاش كنتلاقى مع شي عشير بالرجولة؟ لانه علاش كتشوفوا دابا شحال ديال الحديد كيدوز وبنادم وكدا. كما قلت لكم كتشوفوا شحال ديال بنادم كيدوز ديال المغاربه. وانا معروف على كما قلت لكم، معروف على سعيد الوطن، على الزعمه، معروف على سعيد الوطن، معروف الدري بوفري ما في حالي شاي، والناس كيعرفوني. وفي الحقيقة
اللي كانوا الرجال كما قلت لكم يقولوا ذاك الدري مسكين راه براني هو هادي عبلي الناس وكون كاع هادو اللي كيدوزو دابا كاملين كما قلت لك كيدبر عليا وكيتهلاو فيا كراني وصلت لواحد المستوى لانه علاش يقولوا ذاك الدري بعدا راجل وما طلبت شي حاجه ومشي طمع بالرجوله ولد الشعب وكيموت كيموت على الشعب وعلى بلاد المغربيه نتعاونوا معاه اللي عطينا ليه تسالها ولكن بالحقيقة كما قلت لكم بالحقيقة كما قلت لكم هنا كما قلت لكم كيبسون هنا في المغرب كيبسون دابا هنا دابا اي واحد عندي ليستوار ديالو انا اي واحد عندي ليستوار ديالو انا اي واحد عندي ليستوار ديالو بحال زعما اي واحد عندي ليستوار ديالو علاش كل واحد عندي ليستوار ديالو واحد كيعيق على واحد انا هنا كما كنقول انا الشعب المغربي علاش حنا المغرب ما وصلناش علاش لي ما وصلناش بالعلم وعلاش لي ما وصلناش بالصنع ولا نصايبو السناح وعلاش لي ما عندناش لوزينات والمعامل والشركات علاش عندنا حنا الفقراء كما قلت لكم واحد كيعيق على واحد بالرجوله واحد كيتصور على واحد والحقيقه انت اللي تكون بوفري ولا بوفريه ما يتعاونش معاك ما من غيتعاون كيمشي للبار ديال الشراب بالرجوله كيمشي للبار ديال الشراب وكيبرا كيعيق وبرا كيتصور قدام بنادم وكيجبد عليه في القرفيات كيحسب عليه القرفيه على القرفيه كيحسبهم كيحطهم فوق الطابله بالرجوله عايشه قنديشه مريحه حداه واخذه عصير بسبعين درهم وهو شاد قهوه كحله مني كتقولي خوت تاع عصيري كيقول لها لا انا ما عنديش مال عصير عزيزي عليا القهوه كحله علاش حنت اصلا فيه العياقه فيه العياقه بغا يتصور عليها بالرجوله ولكن كما قلت لكم انا الرجال الفحوله والعيالات الفحلات بالرجوله مشاو لعبد الله بالرجوله كما قلت لكم الراجل اللي ما كانش عاطي الله سبحانه الهيبه الا ما كانش عاطي الله الهيبه والقبول ما ساوي والو بالرجوله علاش هاد الهضره اللي كنهضر منهم عادات كي كنقولوا حنا كيبانوا بحال التبن بحال داك الخشلاع ديال التبن كيبانوا بحال الخشلاع ديال التبن واخا هو كيحسب راسو راجل ما عندوش السيفة بيننا هو والاخلاق بيننا هو راه كيبان راجل ركيز لا كيبان كيما قلت لكم بحال الخشلاع ديال التبن بالرجولة حنت لي علاش كيما قلت لك حنا ولاد البلاد كنشوفو بنادم كنعرفو واش راجل ولا ماشي راجل واش راجل واش رعواني واش ديوتي واش لحاس الكابا واش تباع واش حضاي كيما يكون نوعو كنعرفو حنا ولاد البلاد بالرجولة على الزعما حنا ولاد البلاد راه حنا كاملين ولاد البلاد ولكن بحال الزعما حنا ولاد البلاد علاش مكبرين والدينا بالحلال والدينا خدموا مشاو للحصاد كيحصدوا بالمنجل وخدموا في البني وخدموا في بزاف الحوايج ضربوا تمارة باش كبرونا حنايا كبرونا بالحلال لانه هنا كما قلت لكم كما قلت لكم هانتوما كما كتشوفوا كما قلت لكم كنبان غزال زين في وجهي والنور فيا وعدي الهيبه تبارك الله ولكن كما قال صدام قال لك السبع تحت الشجره والقرد معلق في الشجره كيضحك على السبع زعما فهمتيني
واخا كيضحك القرد معلق في الشجره وكيضحك على السباع لتحت السباع. القرد عارف السباع عندو الهيبه، عارف عندو الهيبه وعارف لي شدو غادي يغيزو بالرجوله. كما قلت لكم بصراحه الدقال لاحظت واحد القضيه مني كانوا الرجال والمغاربه الاحرار بالرجوله ما نكذبش عليكم، وكانوا الدراري اللباسه كيضربوا الكومبليات وكيضربوا كما قلت لك الصوابط الواعرين، والدراري اللباسه والدراري الزوينين وكانوا الناس زينين في وجههم بالرجوله، كانوا زينين في وجههم بالرجوله. كان الخير، كان كل شيء بخير. دابا ما نكذبش عليك، دابا كد تمديز من حدا شي ريستوره ويبان لك بنادم مريح في الريستوره، ما كتبانش عندهم الهيبه، ما كتبانش عندهم الهيبه زعما راه بحال شي اسبوعه شي قنوقه مريحين بديك الريستوره. واخا مريحين بديك الريستوره كيبانوا من الجاج، كيبانوا بحال شي ضبوعه، بحال شي ضبوعه كاع مرخيين ومرخرخين وكيبانوا مقموعين في الحياه ديالهم وكيبانوا مكراهين، ولكن هما كيسحاب راسهم راهم واصلين وكاينين، ولكن في الحقيقه هما احطب جهنم، احطب جهنم والدخان ديال والدخان ديالهم كما قلت يعطيو الريحه ديال الدخان، يطلقوا الدخان بزاف كحل. علاش يطلقوا الدخان كحل؟ حيت قلوبهم كحلين بالرجوله، لكن ما قلوبهمش كحلين بالرجوله وياك مريحين في الريستورات والرزق موجود وعاطيك الله الرزق والحديده، واخا درتها ب 40 مليون ولا ب 50 100 مليون حنا ماشي غاديين نحسدو. ما تعرفش تقول خويا على مسكين ديالنا العشيره ولد البلاد حتى هو راه باين دري بشكل. اش يا خويا واخا تهضر معايا كل ما زوين، ولا جا خايا تشرب شي قهوه، ولكن في الحقيقه انا ما نكذبش عليكم قبيح، انا باش قبيح دري باسل، انا ولد البلاد. علاش دري باسل ولد البلاد؟ علاش كيما قلت لكم دري باسل ولد البلاد؟ عاطيني الله الهيبه، بحال زعما عاطيني الله الهيبه، عاطيني الله الهيبه ما نكذبش عليك. تبارك الله كيما قلت لك كاين اللي عندهم كاع الحديده ديالهم وكيكونوا قاعدين يزينوا ديك اللعبه كيضربوا عليا فهمتيني، وكيدور راسه بحال ما كان هو العشيرو، ما يحملش راسه يشوف فيا. علاش؟ هو اصلا كيقمع راسه، كيقمع راسه لو كان راجل ما يقمعش راسه، واخا كاع يشوف يقول داك الدري كاين ولد البلاد، بين دري مسكين راه في الشكل ولا كان قباح الله والوقت بالرجوله. عند قال لك عاند وما تحسدش، قال لك عاند وما تحسدش. انا من الصباح انا كندور، حد الناس انا دابا انا في المغرب كيقول لك علال راه مكحله، راه مكحله. انا من الصباح وانا دابا هنا كندور قهويت ريحت بخير، ما كاينش اللي عطاني حتى شي حاجه. يلا واحد الولد انا غادي هو مسكين يقول لي هاكا واحد التويشه عطاني مسكين 20 درهم هانيا، لوخا عطاها لي الله يعطيه الخير في الدنيا وفي الاخره. انا علاش حيت انا عندي المتبعين ديالي خصني نمشي معاهم في الاسطوار. سؤال الحلقه كيفاش اش واقع اليوم، كيفاش داز اليوم، كيفاش غدا. ما كيما قلت لكم مرقين، واخا كاع الحديد وكذا وهادي وهادي والعياقه وستيفن هاون كينو ما يهمونيش في الرجوله. خويا الله يحفظك، الله يحفظك يا صديقي. كما قلت لك تاع الريستور هاي هما، ولكن فهمتيني واحد يعيق على واحد، واحد يتصور على واحد. الحديد كما قلت لكم هروينه، واحد يتصور على واحد. لانه علاش؟ واخا كاع عدوا الحديده، الحديده وعر منه، عدا الهيبه. وهو ما عدوش الهيبه بالرجوله، لانه قال لك الجوك ما كيواتيهاش الجوك بالرجوله.
انه حنا ولاد الشعب ونموتوا على الشعب، وبنادم هو اللي كيبغي الخير الخو المسلم، وبنادم هو اللي يكون مواضع، ما تكونش فيه العياقه ولا داكشي ديال البوطير. هذا كيكون فيه العياقه والبوطير كيمسخوا الله، كيمسخوا الله، كيولي خايف في وجهه، وما كتبقاش عنده الفصاله ديال الرجال، وما كتبقاش عنده حتى الفورمه ديال الرجال، كيخسر في العقليه ديالو بالرجوله. لانه خصك تكون ولد الخير وتكون كابر بالخير وتكون مهور بالرجوله. دابا انا كنت دابا في اوروبا، دابا بحال مكة، كنت دابا انا في اوروبا دابا بحال مكة مع الكور، وكر دابا عمرت خمسة ديال الفلوس. نقولها ونعاودها، كنت في اوروبا وهاد الحديد كامل اللي كيدوز دابا ويعرفوني الساوي، كر دابا خمسة ديال الفلوس جمعت ديال الاورو، كر خمسة ديال الاورو جمعت. وانت شوف هنا دابا كلشي فين غادي، كلشي راه غادي، شي غادي للبيران، شي غادي للغيب يتخشى في الحفاري، يالله شي غادي ياكل البيصاره، شي غادي ياكل الحوت، شي غادي يخرج عينيه، يالله راه داكشي اش كنقول لكم. كاين خونا رمان وخونا قرقاو وخونا مشماش وخونا تفاح وخونا عاصير، ولكن في الحقيقه قال لك هموني الرجال اللي ضاعوا، ما همونيش الحيوط اللي رابوا، الا رابوا الحيوط كل اللي يبني داره. قال لك تمن هو باز وداروه في القفاز. الله يحفظك اصديقي، الله يحفظك، الله ينصرك، الله يحفظك. كما قلت لكم دابا ولات على العياقه، واحد يعيق على واحد، واحد كيتصور على واحد. حالي دابا كما قلت لكم ولات على العياقه، واحد كيعيق على واحد، واحد كيتصور على واحد. شتوما انا رجال ولا خصو يبان، ولا كيدير المشي ديال العيالات، والله العظيم منهم عادي يدير المشي ديال العيالات، كيسحب راسو ذكر وراء نتوي، والله ما نكذب عليك بالله. ولكن انا ولد البلاد، دري مريقل كان عايق بهم، والله العظيم واحد على واحد، باش كان عايق بهم كنعرف الدوسيات ديالهم كاملين من صغرو تلكبرو، كيفاش تكبر وكيفاش لحتى وصل لواحد لاش. كما قال ابي لا بغيت توصل بدرجه بدرجه. قال لي هذاك جيعان سكيف اللي كان، وما تدوخناش راك باني الدرع بالريش بالرجوله. وما تدوخناش بالحديده. تبيع الحماره وتجي راكب في الطياره وتشري الحديده وتدوخنا، راه ما تدوخناش. حنا عزازين عنا الرجال ونموتوا مع الرجال، ماشي مقشور الدنجال. تما كيما قلت لكم كنت في اوروبا، وكرا خمسة ديال الفلوس جمعت ولا جخناش والو. عيق عليا نعيق عليك، تصور عليا نتصور عليك، فهمتيني؟ واحد يتصور على واحد كما قلتي، بحال كنبيعو الزعلوك في هذا المغرب. اودي الصراحة تقال انا كاع الرجال اللي في اوروبا والله لا عجبوني بالله، شي كاع الرجال انا اللي في اوروبا والله تعجبوني بالله، كاع الرجال اللي في اوروبا كلهم الله يعاونهم والله يسالمهم، ما مع من عيش، انا ما نكذبوش على الله، ما نكذبش عليك. واحد الرساله للناس ديال الخنيفره، كنشكر الناس ديال الخنيفره، علاش انا جبت الناس ديال الخنيفره؟ البارح غادي من هنا مع الشارع هو فينا هو،
البارح غادي من هنا مع الشارع ونلقى واحد الدري مسكين لابس الصنداله ديالو مسكين وعريان مسكين ما لابس والو ما لابس شي حاجه لابس على الصنداله والسروال مسكين عريان وعتيش العدي مسكين قال لي راني معدي ما نلبس عريان وكيف مشى التريكو ديالك قال لي التريكو ديالي راه توسخ ليا قال لي انا جيت هنا لطنجه وطنجه قال لي نقيه وتوسخ لي التريكو ديالي وما رضيتش قدام الناس قال لي وانا نحيدو رميتو قال لي ورميتو قلت لي انت منين قال لي انا من خنيفره مني قال لي انا من خنيفره قلت له واش يمكن لي نصور معك شي فيديو بحال ما كتهضروا عريان وهادو كيفاش تعطيتو الحوايج ديالي قال لي عاديه قال لي نتصور معك عاديه شويه وانا نهضر قلت له جيت نصوره ويشوفوه الناس وصحابه وداك الشيء ما مزيانش وانا نعطيه مسكين داك التريكو ديالي اللي كان عندي ديال داك اليميني داك اللي فيه داك الدري الميريكاني اللي كيخمم حيدتو وانا نعطيه له داك التريكو انا عزيز عليا دوريجين هذاك التريكو انا عزيز عليا ما نكذبش عليكم بزاف كاع علاش هذاك اليميني اللي مصور في داك التريكو كيخمم دري ود البلاد كيخمم مولا وقتها هو عزيز عليا داك التريكو كاك وحيدتو من اللحمي وانا نعطيه ليه لبسو الدري مسكين ولد خنيفره وانا كنشكر الناس ديال خنيفره ويعرفوني راني تعاملت مع واحد المواطن من عندهم من خنيفره واحد ولد مسكين وما بغيتش نصوره علاش هو قال لي هاي صورني ندير معاك الفيديو ولكن انا ما بغيتش يجي نصوره حرام عليا بالرجوله يشوفوه صحابه ووالديه ما جاتش بالرجوله المهم انا كنشكر الناس ديال خنيفره كنشكر الناس ديال زاوية اسحاق كنشكر الناس ديال الشلوح كاملين كنشكر كلهم خوتي المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب الله يقتلنا مع الرجال ماشي مقشور الدنجال هانتوما كما كتشوفوا شي كيتغبر شي كيسكر شي مخرج عيني شي قال لك بغا يضرب شلاضة بالفورشيط شي قال لك بغا ياكل الروز بالفورشيط هو اصلا احمرن وكيتمرن قال لك توا داخل الريستوره قال لك توا باغي يقصي بالفورشيط باغي يقصي شلاضه ورحنا ولاد البلاد حمرن راه كنعيقو بهم وكنعرفوهم بالرجوله كما قال لك حنا راه عندنا تاريخ ماشي جينا من المريخ وحنا ديما ونديرو الخير ودور علينا بالرجوله والكرم ما عندناش وما خاصناش حنا ديما نقولوا لاباس لا بارطاجيو هاد الفيديو الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الاخره.